مرحبا مواليد برج الجدي، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 12 للأحد 18 حزيران يونيو؟ هذا أسبوع القمر موجود في، عفوا، الشمس موجودة في البيت السادس في برج الجوزاء، يلي هو بيت التعب والركض والمسؤوليات والعمل وكثير من الأعمال اللي كلها فوق بعضها. حكي عن هذا الموضوع في البرج الشهري لإلكم، اللي ما سمع برجه لازم يسمعه، ضروري تسمعه لتاخذوا فكرة. موجود طبعا الرابط في علبة الوصف، وطبعا الأسبوع الماضي حكيت كمان، ألقينا نظرة على الأسبوع. يتميز هذا الأسبوع بقمر جديد في برج الجوزاء، وذلك في يوم الأحد، فبدنا نتابع مظبوط، نشوف شو القصص كيفية، نختار الوقت الأفضل، لأنه عندكم يومين حلوين فيكم تستفيدوا منهم. خلونا نبلش مع التنين والتلاتة. التنين والتلاتة حتى 9:30 المساء توقيت بيروت الصيفي، القمر بيكون في مربع مع برجكم من برج الحمل. القمر في برج الحمل، هيدي معناتها عندكم انتو اهتمامات كتير كبيرة، مع انكم عم تشتغلوا لكن في احتمال يكون في بعض الاهتمامات الجانبية او المتداخلة تدخل على الخط، يمكن تكون شخصية، تكون عائلية، ويمكن تكون متعبة، فبدكم تنتبهوا لحتى تعرفوا تفصلوا بين العمل وبين العائلة أو الأمور الخاصة. ما معناتها تهملوا لا هاي ولا هاي، لكن نظموا الوقت. فترة قد تحمل شوية توتر، مش كتير، يمكن هي مزاجية مش توتر. المهم يوم الثلاثاء المساء 9:30 المساء توقيت بيروت الصيفي بيروح القمر لبرج الثور. خيو بترتاحوا، اللي عم يتابعني من القارة الأمريكية من بعد الظهر بلش يرتاح. بيوصل الوقت الحلو لعندهم، بدق بابكم. الأربعاء القمر برج الثور، الخميس القمر برج الثور. بصراحة فترة وجود القمر في برج الثور هي الفترة الأفضل، هي الفترة الأكثر حظا، وهي الفترة يلي بتطلب من مواليد برج الجدي يكونوا واعيين وحاضرين لشغلهم وعملهم، ويخلصوا ويشهلوا ويشيلوا من دربهم بهذا الأسبوع كل الأعمال والواجبات الصعبة، من اتصالات، من زيارات، من برزنتيشن، حضروها شيلوا من دربكم. رح تقدروا حتى لو بتقولوا يي بعد بكير مثلا، لا هلا فترة ممتازة، خاصة انه مطلع الاسبوع المقبل الاحد المساء، الاثنين والثلاثة المقبلين ما راح يكونوا سهلين، فشيلوا من داركم. اذا فترة وجود القمر في برج الثور من الثلاثة المساء حتى الخميس المساء فترة ممتازة جدا. الجمعة السبت والاحد 16 17 و18 حتى الساعة 2 الظهر توقيت بيروت الصيفي، يعني الصبح القارة الامريكية، القمر في برج الجوزاء. القمر جديد بيلتقي طبعا مع الشمس صباح يوم الاحد، صار في عنا هون شوية ضغوط اكثر فلكية لحتى تجعل بتخلي عطلة الاسبوع الجمعة السبت والاحد نص نهار فترة متعبة، فترة متعبة، فخاصة عند الاشخاص اللي عندهم واجبات، اللي عندهم مسؤوليات، اللي عندهم احتفالات، اللي عندهم ظروف متنوعة، سفر، حفلات، زواج، ارتباط، خطوبة، شو ما كان، بدكم تنتبهوا، هي فترة بتعجبكم لكنها فترة حاسمة نوعا ما، واضح انه في شيء رح تتذكروه دايما، حدث رح تتذكروه دايما بحياتكم، يمكن زواج اخت، زواجكم انتو، ارتباط، يمكن حدث كتير مهم. فترة ايضا مهمة لتهتموا بحالكم، تفكروا بحالكم صحيا وانتو وين رايحين مهنيا او دراسيا. الاحد الساعة 2 بعد الظهر بيروح القمر لبرج السرطان ليشكل بعض التحديات يلي رح بتكمل التنين والثلاثة، فاعملوا حساباتكم على هيدا الاساس. المواليد اللي لازم تنتبه هي مواليد 19 كانون الثاني يناير، كوكب بلوتو صار عنده مجددا، والاكثر حظا 28 29 ديسمبر 11 12 كانون الثاني يناير من اورانوس. نلتقي اذا مع الابراج اليوميه والشهريه مجددا، الى اللقاء، باي باي.